اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة المسائية من شوف تيفي. نبداوها معكم وكما عودناكم بأبرز العناوين. شخصيات سياسية مغربية مترطة في إقامة علاقات وطيدة مع إسرائيل. وزير الصناعة السابق أحمد رضا الشامي كيستقم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي. وانفجار بمصبنة بمديونة كيخلق استياء لدى ساكنة المنطقة. نتلقوا مشاهدينا في التفاصيل. أهلا بكم مجددا. شخصيات سياسية مغربية متورطة في إقامة علاقات وطيدة مع إسرائيل، هذا ما قاله المرصد المغربي لمناهضة التطبيع اللي أعلن عن عزمه نشر قائمة بالشخصيات السياسية المغربية اللي كتطبع مع إسرائيل، وهي لائحة غادي تفاجئ الجميع حسب أحمد ويحمان رئيس المرصد. ويحمان رفض كشف تفاصيل القائمة أو موعد نشرها مكتفيا بالقول بأن الأمر ما غاديش يطول انتظاره. أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السابق قدم يوم أمس الاستقالة ديالو من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خلفية ما اعتبره في اتصال هاتفي مع شوف تيفي فضيحة ضربات أركان الاتحاد الاشتراكي بعد مهزلة الانتخابات اللي عصفت برموز الحزب وقيادات الحزب. الشامي طلب بأن لا يتم بث سجل اللي انجزناه معها. وفي موضوع آخر مشاهدينا، أعلن سعد الدين العثماني وزير الخارجية أن المغرب غادي يدرس طلب تقديم مساعدة في المجال الاستخباراتي والأمني واللوجيستيكي للمجتمع الدولي بخصوص الأزمة في مالي، إذ طلب منه ذلك، مضيفا أن المغرب إلى تلقى طلب من مالي غادي يتم الدراسة دياله. وأضاف العثماني في تصريح له على هامش مشاركته في القمة العربية الاقتصادية المقامة بالرياض أنه لابد من حل سياسي للأزمة المالية، لكن مع الأسف الشديد تسرعت الأحداث في الفترة أو الأحداث عفوا في الفترة الأخيرة ووقع موقع. في وقت ما قدمش فيه حزب العدالة والتنمية موقفه بخصوص ما يقع في شمال مالي، علنت الحركة الدعوية المحسوبة على الحزب التوحيد والإصلاح على رفضها للتدخل الفرنسي. تفاصيل أكثر في ورقة من إعداد معتشارة. حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية علنت على رفضها المبدئي للتدخل الانفرادي للقوات الفرنسية بمالي، لكونها التدخل تقول الحركة كيعيد إلى الأذهان تجارب تدخل الأجنبي الأخرى وما آلتها الخطرة في بلدان إسلامية. ذات الحركة وفي بيان لمكتبها التنفيذي عبرت على رفضها لكل توجهات الغلو والتشدد والانفصال والاحتكام إلى السلاح اللي كتنتاجه الجماعات المسلحة واللي كتجر البلدان، تقول ذات الحركة، إلى حروب أهلية، وكتبرر التدخل الأجنبي بكل ما ينتج عنه من مآسي. كما وجهت الحركة الدعوة إلى الدول المجاورة لمالي للإسهام في حقن دماء الماليين وبذل المزيد من الجهود من أجل المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب المالي. مياه تحتوي على مواد كيماوية غطات طريق منطقة مديونة بالبيضاء، شيء اللي قطع الطريق على المرة. هذه المياه تسربت بعد انفجار مجرى مياه مصنع ديتجين. تفاصيل في روبورتاج من إنجاز هدى الكحيلة وعبد الحق خليفة. سكان مديونة كيواجهوا نفس المشكل في كل فصل ديال الشتاء، لسوء البنية التحتية. ما عرفوا يقولوا الحمد لله ولا الله يخرجها على خير. البنية التحتية ما كاينش، هذا هو المشكل. دابا ملي تعمر القادوس الواد ما عندهمش الواد حار، ملي تعمر القادوس من السيمانة شي طاطا، هذا هو المشكل. الطريق كتعرف واحد اوضاع كارثية كما تشوفوا، كاين المعمل اللي كيتساهل بكثره والقادوس البنيه التحتيه ما كاينهاش. اما دابا كملات ملي انفجر قادوس جاي من واحد المصنع ديال صباغه الملابس وفاض على ساكنه المنطقه وخلق عرقله للسير. بحال البارح زلق واحد من الموطور مسكين هنا هو مرشوش. شنو هي هذيك صباغه القادوس؟ صباغه القادوس المشكل خلق العرقله ديال السير كما كتشوفي، والناس اللي يعني اللي ولاد المدرسه ولا الناس اللي غادي يسكنوا في هذه الاتجاهات ديال الدواوير المجاوره مديونه. مشكل بحال هذا، الساكنه كتعاني وكتشكي من تلوث هذه المواد الكيماويه ولا من يحرك ساكنين. راه ما كاينينش السلطات، هادشي علاش لا راكبين على عدد الدراري سرحوا القادوس. المشكل هذا يعني كيبقى يوميا، ماشي كاين شي تدخل من السلطات ولا من الجماعه اللي كتشرف على هذه المجاري ديال المياه. كارثية، أوضاع كارثية، خنز الناس ما كيفاش غادي يدير.
وفي الشأن التعليمي، عقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي نهاية الأسبوع الماضي بالرباط لقاء حول تشخيص وضعية التعليم ومحاولة الإجابة على الإشكاليات الكبيرة لكي يعرفها هذا القطاع. لقاء لحضروا له فعاليات سياسية نقابية وتربوية أكد على ضرورة تكوين جبهة وطنية لإخراج التعليم من وضعيته السيئة لكي يعيش فيها الآن. قالت شبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات أن المقاربة اللي كتعامل بها الحكومة كتعارض روح وفلسفة دستور فاتح يوليوز، شبكة اللي كتضم معظم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية المناضلة من أجل تكريس هذا الحق، نفات وقوع أي استشارة من طرف الحكومة مع أي من أعضاء الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات في إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، رغم الالتزامات الصريحة للحكومة حكومة الواردة في أجندة ديالها تشريعية. القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة اللي انطلقت اليوم بالمملكة العربية السعودية كتعرف مشاركة الوفد المغربي برئاسة وزير شؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ومن المنتظر أن تصادق قمة الرياض على عدة اتفاقيات كتهم تعزيز الاستثمارات ورؤوس الأموال الموحدة في الدول العربية من أجل رفع حجم الاستثمارات العربية وتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز أهداف الألفية للتنمية وكذا وضع استراتيجيات مشتركة لتحقيقها على أرض الواقع. لأول مرة في العالم العربي وإفريقيا الويفي في الساحات العمومية بالمغرب، هذا ما أعلن عليه رئيس الجامعة الحضرية لمدينة وجدة عمر حجرة خلال لقاء إخباري أن الجماعة بصدد تقديم خدمات الويفي بالمجان للطلبة والتلاميذ وكافة المواطنين والمواطنات في الساحات العمومية في القريب العاجل. تفاصيل مع هاني قسومي. الويفي بالساحات العمومية بالمغرب هي بادرة، هي الأولى من نوعها في بلادنا والعالم العربي وحتى في أفريقيا، بحيث أعلن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة عمر حجيرة خلال لقاء إخباري وتواصلي أن الجماعة بصدد تقديم خدمات الويفي بالمجان للطلبة والتلاميذ وكافة المواطنين والمواطنات في الساحات العمومية في القريب العاجل، بحيث غتكون الانطلاقة في بداية الأمر من 3 ديال الساحات على أن تشمل هذه الخدمة باقي الساحات العمومية الأخرى. الهدف من هذه الخطوة هو إضفاء الطابع الثقافي والفكري على الساحات العمومية وإزالة تلك الصورة النمطية اللي اعتاد عليها ساكنة المدينة، بحيث كتبقى فرصة ومناسبة لرواد هذه الفضاءات العمومية في الإبحار في عالم الشبكة العنكبوتية عن طريق خدمة الويفي، وغدا تولى الجماعة أداء واجب هذه الخدمات. تحت شعار سنوات الرصاص الذاكرة والزمن والراهن، كتنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش قافلة سينمائية غدا تجوب مجموعة من المدن المغربية، ووضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من المنتظر أن يتم خلال هذه القافلة اللي كتندرج في إطار الإسهام في تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ولا سيما تلك المتصلة بحفظ التاريخ والذاكرة. في الخبر الفني، مصدر من جمعية مغرب الثقافات خبر شوف تي في أنه غادي يتم الإعلان رسميا على مشاركة الفنانة المصرية شيرين في فعاليات الدورة 12 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. تفاصيل في ورقة من إعداد هاني قسومي. من 6 نهضة بالرباط غتشهد على مشاركة فنانين عندهم وزنهم في الساحة الفنية العربية، بحيث علمت جمعية مغرب الثقافات أن كوكبة نجوم الغناء في العالم العربي اللي غيشاركوا في فعاليات الدورة 12 مهرجان موازين غتنضم لهم الفنانة المصرية شيرين، بحيث غادي يكون العشاق رومانسية وشقاوة شيرين موعد للمرة الثانية في هذا المهرجان اللي كيضم خيرة الفنانين المغاربة العرب والأجانب، ويذكر أن الفنانة المصرية شيرين غادي يشاركها في حفلها فريد غنام أو فراولة كيف ما سماته. هذا الخبر علنت عليه شيرين خلال المشاركة ديالها ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice. في الخبر
الخبر الرياضي خضعت لجنة مراقبة لاعبين منتخب المغرب عبد العزيز برادة وشهير بالغزواني لفحص ضد المنشطات، وغادي تواصل اللجنة مراقبتها للاعبي المنتخبات الإفريقية المشاركة في النهائيات الإفريقية باش غادي تحدد أو غتحدد الأسماء عبر القرعة لخضوعهم إلى الفحوصات ضد المنشطات. الدكتور عبد الرزاق هفتي طبيب المنتخب المغربي كان قد نبه جميع اللاعبين بتفادي تناول المواد المشكوك فيها بلا ما يتورطوا أثناء خضوعهم لفحص ضد المنشطات. في الختام، نشر وزير الرياضة والشباب محمد أوزين صباح اليوم على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك جوج ديال الصور كتجمعوا مع اللاعب يونس بالهندة وهما كيلعبوا الجولف أزور في جنوب إفريقيا، ودابا عاد عرفنا كيف جا التعادل السلبي مع أنغولا. وبهذا الخبر مشاهدينا كنطوي معكم مواد النشرة المسائية، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.